انت احتكاكك بالجمهور دلوقتي احتكاك سوشيال ميديا، سواء على مستوى اصدقائك، على مستوى اقاربك، على المستوى الاكبر كل الجماهير المصريه، ازاي بتتعامل؟ هو والله حاليا دلوقتي انا يعني قبل الدورة الأولمبية أنا كنت متفاعل، يعني كنت متفاعل على السوشيال ميديا، كنت بنزل حاجات كتير، كنت بنزل تمريني كل يوم، كنت يعني متفاعل على طول. لكن بعد الدورة الأولمبية أنا يعني أنا بصراحة أنا يعني ما كنتش متخيل إن أنا هنزل مصر أبقى ماشي في الشارع الناس كلها تقول لي ألف سلامة عليك وأنت الله. كنت بطل وعملت اللي عليك وإن شاء الله الفترة اللي جاية برضه هنبقى يعني هيبقى في تفاعل إن شاء الله. أنت بتختصر دايما، أنا بتيجي على الحتة الحلوة اللي أنا مستنيها أمسكها كده وتجري مني. احكي لي اللحظة اللي انت حسيت فيها حد في الشارع بيقول لك عامل ايه يا كريم، انت اخبارك ايه، طمني عليك، عايزينك ترجع تاني يا بطل. احكي لي اللحظة دي احساسك فيها ايه، احكي لي مشهد حتى منهم. هي طبعا هي لحظة بتبقى لحظة حلوة جدا، لان انا ناس كتير حتى وانا جاي النهارده وانا في الطريق كنت بشرب قهوه كده في مكان، فالراجل اللي جاب لي القهوه قال لي على فكره انا شفت الماتش بتاعك والف سلامه عليك وانت الله. عملت اللي عليك وكنت بطل وحاولت تدخل حتى بعد الاصابه وانت يعني كتر خيرك وان شاء الله الدوره اللي جايه هتجيب ميداليه. وغير كده انا بلدي كلها يعني بلدي كلها كانت بتتفرج على البطوله، فطبعا لما نزلت البلد كان الناس كلها طبعا كانت متفاعله جدا، في كله بيقول الف سلامه، كله عايز يزورني، كله عايز يقعد معايا. البلد ايه عشان ندي تحيه كبيره، البلد ايه عشان ندي تحيه كبيره، المطريه الاهليه طبعا تحيه كبيره، يعني عشان اكيد بيفرجوا عليك دلوقتي برضو زي كل البطولات. هم يعني الناس كلها يعني ربنا يخليهم، يعني الناس كلها كانت البلد كلها كانت بتشجعني في البطوله دي، ويعني ان شاء الله في الدوره اللي جايه ان شاء الله هفرحهم ان شاء الله وهرجع لهم بالميداليه باذن الله. لطيف، طبيعي ساعات بتسمع كلام لذيذ جدا وحلو قوي وفي تشجيع، وساعات كلام يزعل. انت ايه اللحظه اللي بتبقى نفسك تخش تقول يا جماعه انا عايز اعمل اكتر، يا جماعه والله انتم مش فاهمين صح الصح كذا، والله يا جماعه شكرا جدا على كل الدعم اللي انتم عملتوه معايا، ايه اللحظه اللي انت كان نفسك تخش تكتب بوست مثلا او تويت وبعد كده قلت لا مش هكتبه دلوقتي؟ لا انا بالفعل ايدينا بتاكلنا كلنا كده بنبقى عايزين. لا انا بالفعل ما بتراجعش في قرار، فلا لما بدخل ارد على اي حد الكلام بتاعه بيكون يعني النقد مش بناء، نقد هادم، فانا بدخل اوضح له الصوره انه ده حقه عليا، لان هو ممكن يكون شايف الصوره، او هو ممكن يكون انا اللي غلطان وشايف الصوره بطريقه غلط وهو صححها لي. هايل، دي عادي، دي خلاص مفيش مشكله. احنا ما بنتعاملش مع السوشيال ميديا ان هي ممكن تقتلنا، لا. انا مثلا باجي قبل البطوله التليفون بيتاخد مني، بعد البطوله بمسك التليفون بشوف اراء الناس، ممكن واحد يقول لي نقد يغير لحياتي، ممكن واحد يقول لي نقد يساعدني في مستوايا، واحد ممكن يقول لي انت ناقصك ان انت البدن بتاعك يزيد، انا اسمع منه ما عنديش اي مشكله. غير كده السوشيال ميديا، انا من مدينه صغيره جدا، ده اهليه مدينه ديكيرنس، محمد جابر نحييهم برضو، نحييهم طبعا. انا ممكن كل 5 متر صورتي متعلقه، بعد كل 5 متر صورتي متعلقه. الله. عايز اقول لحضرتك قبل ما نيجي هنا شالوا لي كل الاعلانات وكل اليوفط اللي على مدار حول المدينه واتحطت صورتي. يا سلام. ولا يهمك انت بطل، يكفي بس شعور اهلي والناس. طبعا اول ما نزلت تكريمات كتيره جدا من الاهالي، وهي دي السوشيال ميديا بقى اللي هو بتقدر تساعدك. ايوه، اللي هم بيقدروا ان هو يقول لك احنا معاك وفي ظهرك. ايوه، غير كده هم بيقول لك انت كده ابننا وكده ابننا، كسبت او خسرت فانت ابننا. صح. فاحنا مش بس كده، انت بالنسبه لنا بطل، يعني انت وجودك في الاولمبياد انت بطل. ما بتعاملش مع اهل بلد ان انا بطل نهائي خالص نهائي. بتعامل ازاي؟ انا بطل في الملعب. انا بعاملهم اكنهم بيتي، لان هم بيبادلوني نفس الشعور، وحتى من الناس في الشارع. بطل في الملعب، على المنصه، في النوادي، في الصالات، كانسان عادي في حياتي المدنيه لازم اكون ان انا بسيط مع الناس عشان خاطر الناس تحب فعلا الرياضه، لان انا ممكن اكره واحد ولي امر او انسان ولي امر في الرياضه بسبب ان انا مغرور او ان انا برد مش لائق، اما لما ارد عليه بالراحه وافهمه وهو مثلا انا طب اقول لحضرتك على حاجه، انا مثلا بجيب حاجه واحد يقول لي طب يعني انت مش عارف تجيب البرونز، مش عارف تزقه بره، افهمه اقول له يعني معلش الست دقايق اللي احنا بنلعبهم نفس مجهود ال 95 دقيقة ماتش كورة، ما بنقللش من حد، بس هو نفس المجهود اللي بتبذله من ماتش كورة، الموضوع مش بيبقى سهل زي ما حضرتك شايف. انت قلت ايه؟ انا بفهمه يعني اكيد حقه عليا. هو ممكن فعلا ما يبقاش فاهم كويس، مش مطلع كويس، وده حقه، وده دور علينا احنا كمان، انت مش دور عليك انت بس، يعني دور علينا كلنا ان احنا نفهمه اللعبة ونفهمه المجهود اللي بيتعمل فيها وتفاصيلها وحاجات كتير زي ما بنشرح دايما في الكورة. يعني هو انسان عادي. انا مسؤول، انا هو يقول اللي هو عايزه، انا رد عليه بالطريقة اللي تناسبني، اللي هو ما تخليش من امتي، او ان انا ما تخليش ان انا من ان هو يزعل مني. انا ممكن انا مفيش مشكله هو يقول اللي هو عايزه، بس انا ما ينفعش اقول اللي جوايا ولا اللي انا عايزه، انا هرد عليه في الصح. لا انا والله جهدت بسبب فيه كذا كذا كذا،
لان حضرتك زي ما قلت حضرتك حاجه، انت مش انسان عادي. كذلك هي السوشيال ميديا بندخل نرد على للمحدود لينا، لا هيل. انت خسرت اه انا خسرت في كذا كذا، عمال ما يقوليش مثلا انت رايح تتفسح، اقول له لا رايح اتفسح ازاي انا كنت بلعب على ميداليه. لا وبشقى يعني بتعب يعني، انا واضح ان انا بتعب يعني وانا وصلت للاخر. لا هي الحياه فعلا يعني، انا كنت بكلم محمد بقول له انا بنعاني فعلا، حياتنا بدون الرياضه فاضيه. انا معلش انا بنام الساعه 11 بالليل، ده الوقت المتاخر، بقوم الساعه 5 الفجر بنفطر، بعدها بنتمرن 6 او 7، بعدها بنرجع نفطر تاني اللي هو بقى البروتين، بتفطر قبل التمرين كارب وبتفطر بعد التمرين بروتين. بعد كده بتاخد فتره الاستشفاء بتاعتك، وبعد كده بتنزل تتغدى حسب الاكل اللي مسموح لك بيه، بعد كده بتتمرن تاني. التمرين ده حضرتك بتجيب فيها يعني بتوزن قبل التمرين وتطلع بعد التمرين، انت نازل في التمرين 3 كيلو ونص من شده التمرين طبعا، لان انت بسرعه كل ماتش فينا انا ومحمد لعبته في الاولمبياد. انا الماتش اللي هو هيطلعني ان انا العب على البرونز مع البلغاري، الماتش ده جاب معايا 4 كيلو، وزنت قبل ما ادخل الماتش وزنت بعد، جاب معايا 4 كيلو. حضرتك يا مشكة كبيرة جدا طبعا، والحياة الرياضية تستاهل بجد، لان طبعًا الرياضة فضلها كبير علينا يعني طبعا. الحمد لله. عايز بس اقول حاجة قبل ما اجيلك كمان، ادي المايك لجابر عشان انا عايز اقول حاجة والله. طبعًا. لقاء حلو، انا مستمتع معاكم، وبعدين انا بستفيد يعني، الكلام اللي انتوا عاملين تقولوا دوت انا بستفيد منه. اتمنى كمان انه ايه لازم ابقى مذيع، لازم تبقى مذيع صح؟ حضرتك بتقولي لازم ادربك ليه؟ طب ليه في موضوع ال3 كيلو دي؟ طيب انت عايز شكلك عايز تساله تاني، انت شكلك عايز تسأله، انا حسيت كده. اسأله يعني صديقك العزيز. اسأله صديقي العزيز محمد، زمايلنا في المنتخب بينتقدونا بقى، فانا عايز اسألك سؤال يعني ما سألتوش ليك قدام اي حد، فاستغل البرنامج سؤال، هو انت بتقف جنب ليه؟ حلوة حلوة، يديني المايك تاني. في مواقف عدت عليها انا وهو صعبة جدا، انا خرجت من الماتش بعيط جدا، هو وطلعت لقيته بيعيط، ان هو يعيط على خسارتي. يعني انت ممكن موقف يرجعك ذكريات كتيره، 5 سنين في اوضه، اكل وشرب وعناء، ظروف صعبه عدت عليا هو سندني، ظروف صعبه عدت عليه وانا سندته. محمد عمري ما تعاملت معاه مثلا ان انا جايب برونز في بطوله عالم، لا لا، محمد وقف يشجعني وانا بلعب على البرونز في بطوله العالم، اكنه هو اللي ياخد المكافاه مش انا. محمد زميلي بيتمنى لي الفرح، فيتامينات لما بتخلص بفتح فيتامينات بدون ما استاذن منه وباخدها، كذلك هو. فزمايلي بيسالونا يعني، فانا بساله بقى يعني، انا عارف نفسي انا وقفت جنبه ليه. انا بقى عايز اساله يعني عشان انا عاجبني الروح الحلوه، بس عايز اسمع كلامك انت كمان. ادي المايك لجبر عشان حاسس ان جبر مجهز لك كلمتين حلوين زي وعاجبني الروح الحلوه دي برضه. انا عايز اقول لك دلوقتي، هو قال لك ان انا وهو عشره عمر وطبعا احنا مع بعض طول الوقت. انا عايز اقول لك انا ببقى مني ببقى شايفه هو تعبان قد ايه في التمرين، وبنخلص تمرينه وانا وهو بنعمل تمرينه تانية، ان كان اساتك ان كان احبال ان كان مصارعه انا وهو، لان ده حلمنا وعايزين نجيب الميداليه. فطبعا ببقى عارف الميداليه دي، الناس مثلا بتبقى شايفه الماتش في اليوم اللي احنا بنلعبه او اليومين اللي احنا بنلعبهم، احنا بيبقى ورا الماتش او اليوم ولا الاثنين ده بيبقى تعب سنه واثنين وثلاثه علشان خاطر اليوم ده تقدر تحقق فيه الميداليه. فطبعا لما بتلاقي زميلك بيلعب على الميداليه والميداليه هتروح منه، انت عارف هو تعب قد ايه وعانى قد ايه، فانت بتبقى انت اكتر واحد حاسس بيه وفاهم هو مر بايه، اكتر واحد حاسس بيه وعارف هو مر بايه. فده طبعا يكفيني، وكفايه من ان انا عارف ان صاحبي ده حبيب للخير، فانا طبعا اكيد هحب له الخير طالما صاحبي بيحب لي الخير. فدي نعمه كبيره من عند ربنا، وهو ده سبب نجاحنا انا وهو الحمد لله يعني.